يعني غايبة، وصاحبتي انا كان معايا في اللجنة جد لها لم يؤدي. ايوه طب فين المسؤول عن كده؟ ازاي لم يؤدي ولا اماني، حصل؟ طريقة الامتحان اختلفت عن السنين اللي فاتت؟ احنا داخلين الامتحانات عندنا كانت ابحاث وكانت ام سي كيو. تمام. جه قبل الامتحانات بشهر ولا شهر ونص وقالوا هنرجعوا المقالي. لا يعني انت كشخص مدخلني على سيستم معين بقالي سنتين بدرس فيه، ان انا بدرس ام سي كيو. طيب هتعملي ايه يا ماني؟ بكره الاثنين ميعاد التظلمات، بس الجامعه بتقول طبقا للي انا قريته، هل صحيح ان اللي يعمل تظلم بيعمله على ماده او مادتين؟ لكن هل انت ليكي حق التظلم وانت شايله 7 مواد وزمايلك؟ وال7 مواد دول انا حلت بيهم كويس، يطلعوا لي ورقي واشوف هتعملي حالي. ايه؟ مش هسكت، هفضل وراهم لحد ما يطلعوا لي ورقي واعمل قضيه. هرفع قضيه على جامعه اسكندريه، هرفع قضيه على المسؤولين في الكليه، اقسم بالله ما هعيش انا. طيب خليكي معايا، خليكي معايا اماني، لان انا عشان ما عرفتش اتواصل لحد من الجامعه، لكن تواصلت وكتر خيره، هو كمان متابع الموقف عندك في جامعه اسكندريه، السيد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب. مساء الخير يا سياده النائب. اهلا بيك، اهلا بيك يا عزيزي. أهلا بحضرتك، اهلا، بشكرك فندم لمتابعتك الموضوع. سمعت اماني طبعا ومتابع الحكايه. خلينا نتفق انه الطلبه ليهم كل الحق، وقلبا وقالبا احنا معاهم، بس خلينا نتفق ان احنا في دوله مؤسسات، وعلينا ان احنا نتبع القواعد والنظم المطلوبه. هم متظلمين، واحنا انا الحقيقه تواصلت ومع رئيس الجامعه، واتفقنا ان بكره سيتم مراجعة الأمر كاملا. النتيجة مراجعة الأمر كاملا بمعنى إيه يا ست النائب؟ بمعنى إن إحنا هيتم فتح بكرة التظلمات. التظلمات للي طالع شايل كم مادة؟ ولا للي راسب كمان؟ بصي حضرتك، إحنا مش هندي فرصة إن طالب يتظلم. تمام، مفهوم، انا عارفه انك هتعمل كده. حضرتك اول ما تواصلت معايا، نعم، انا تابعت الامر وتواصلت مع الجامعه، نعم، لتحري الامر. طيب انا بس عايزه اعرف، مدركين يا عز هانم ان الناس كلها تعبانه، وان الناس العمليه التعليميه بقت صعبه. ويمكن بنتنا اماني قالت انه التعداد الطلاب بقى كبير جدا. حضرتك يعني بس ده في كل الجامعات مش في جامعه اسكندريه. انا بكلم حضرتك يعني العدد بقى صعب، والعدد بقى كتير. تمام. ومع هذا العمليه التعليميه مستمره وقايمه. طب انا عايزه بس، بكره هتعمل ايه مع الطلبه الساقطين اللي بنسبه كبيره جدا؟ كل من له حق هيتقدم بتظلم. يعني اماني تتقدم بتظلم؟ طبعا بتقدم بتظلم يا فندم. التظلمات هتبقى لكل، حتى الراسبين؟ هنعيد فحص جميع الطلبات والتظلمات، وهنفتح، بس خلينا نتفق. اماني عندها هيستوري جيد، بتقول انا في اولى جايبه جيد جدا وفي سنه ثانيه جايبه جيد. لوجيك ان انا في سنه ثالثه اطلع تسقط. في حاجه غلط بالظبط، فدي هتديني حافز ان انا اطالب بفحص 7 مواد. ده وعد من حضرتك لكل طلبه كليه الحقوق جامعه اسكندريه، وانا عارفه ان حضرتك قد الوعد، وانا عارفه ان حضرتك قد الوعد. هيحصل تواصل معاكوا ازاي يا سياده النائب؟ هيحصل، لا انا عايزه يحصل تواصل ما بينك وما بين الطلبه يا فندم. على راسي. هتعمل ايه؟ هيتواصلوا معاك ازاي؟ قول لي على الهواء. هيعرفوا يجيبوني، مش صعبه. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله في كليه التجاره، ومجموعه من الطلبه اللي تم حصولهم على ارض. ده وعد، ده وعد، ده وعد من سياده النائب مجدي الوليلي العضو مجلس النواب عن اسكندريه، وعن هو عارف الملف كويس قوي، وعارف مشاكل الطلبه في الجامعه، وانا بتصور انه هيتم التواصل مع الطلبه ومعاه لحل هذه المشكله. اماني معانا ولا قفلت؟ بشكرك يا اماني، ما تقلقيش.
اماني عايزه تقولي حاجه سريعه عشان الوقت خلص. ها تمام، انا بس مش عايزه غير ان هو يقف جنبي ويجيب لي حقي اهو. انا كان معايا حبيبتي اماني، اماني أيوة. اقفلي معايا وتواصلي مع سياده النائب انت واصحابك وتابعي معايا ايه اللي هيحصل. تمام، يلا اشكرك حبيبتي، خليني اطلع فاصل سريع.